صباح الخير حبيبتي. يلا بسرعة ورجيني الابتسامة على وشك، لأنه بدي خبرك خبر حلو كتير كتير. وشو هذا الخبر الحلو؟ احذري شو؟ ديب لا تحكي معي بالألغاز بترجاك. ماشي أنا رح قلك رؤي، بس تعرفي أنه أنا وإنتي رح نروح على منالي مع بعضنا. شبكي تارا، كنت مفكر انك رح تطيري من الفرحة وقت تسمعي هالخبر، بس شكلك اليوم مالك متحمسة كتير، مع انه مبارح كنتي مصرة تروحي. شوفي انتي غيرتي رأيك يعني؟ لا لا مو هيك، اكيد انا مبسوطة كتير ديب. شكرا شكرا كتير ديب لألك. ماما انتي بس خليكي مبسوطة هيك، لو بيطلع بإيدي لخليكي تكوني أسعد وحدة بالعالم كله. يلا هلأ انتو روحوا وانبسطوا بوقتكم، رح تشوفي أخوك، صار لك سنين ما شفتي صح؟ مامي جي مو باقي معنا غير ساعتين لحتى نسافر، هيك رح نتأخر كتير لنوصل. يلا يلا بسرعة لكان، شو ناطرين؟ تارا جهزي حالك بسرعة، أنا ناطرك تحت ماشي؟ اعتبر انكم وافقتوا على العرس. بحبك كتير لدرجة اني مستعد اعمل اي شيء كرمالك. اذا عن جد انت مستعد تعمل لي اي شيء لكان الغي لي العرس. شبكي تارا ليش هيك ساكتة؟ وكمان كنتي ساكتة بالطيارة، بس ما قصرتي وعملتي مشكلة لما كنا بالبيت، وكنتي مصرة انك تسافي على منالي، وهلا من بعد ما وصلنا لهون ما عاد طلع صوتك؟ شو القصة تارا؟ بصراحة كنت عم فكر كيف الدنيا جابتنا على محل قريب كتير من شيملة، من جهة في شيملة والجهة الثانية منالي. هديك الأيام اللي قضيتها بشيملة ما رح انساهم بحياتي، بس هلا طريق شيملة مسكر بوشنا كل العمر وما بقى تنعاد ذكرياتنا فيها. تارا نحن مقررين انه ما بقى رح نحكي بسيرة شيملة مرة تانية. ليش عم تتذكري شيملة هلا؟ اني ما عاد احكي بهالموضوع شي، واني ما بقى اتذكر شي تاني. الواحد بيقدر ما يحكي، بس ما بيقدر يسكر على الذكريات ويمسحها من ذاكرته، مو هيك؟ ديب بظن انه في شي فات بقلب عيني. وقف السيارة شوي. خير شوفي؟ استنى شوي هون. جيت على هذا المكان من قبل وأنا مارقة من هذا الطريق بالماضي، بوقتها كان في عندي أحلام كبيرة، وهلأ اجيت والدموع بعيوني.
دموعي هي ما رح تنشف ابدا غير لحتى الاقي مرت اخي وابن اخي. بدي القوة لحتى اقدر كمل طريقي وكمان لاقيهم بسرعة كبيرة. بتمنى انهم يكونوا بخير. تارا، انت من امتى بلشتي تآمني هيك؟ بحياتي ما تخيلت انك ممكن توقفي بهذا الشكل وتدعي كمان. الزمن بيخلي كل العالم تتغير ديب. مثلا انا من وقت اللي بعد اخي عني وما عاد شفته صرت ادعي ليل نهار اني التقي فيه. كنت بعرف انه رح تتحقق امنيتي ولهيك عم ضل ادعي هلا. عن جد شي غريب، اخوك فيرات رح ينصدم كثير وقت يشوفك. اكيد هو ما رح يصدق انك انت تارا نفسها. انت متغيره كثير تارا. مالي، احيانا في مواقف بتجبر العالم انها تتغير ديب. صح 100%. يعني مين معقول يفهم عليكي اكثر مني انا؟ خلينا نروح بسرعة ديب، قربنا نوصل على منالي وتوتري عم بيزيد لأني متحمسة كتير وبس بدي أشوف أخي فيرات. يلا أمشي. يلا. صباح الخير. كان لازم نوصل أبكر من هيك، بس مثل ما بتعرفي كانت الطرقات سيئة وعم تتلوش كمان، بس مو مشكلة، المهم وصلنا بالسلامة، وهذا هو بيته لفيرات، شوفي. منروح؟ تارا، شو عم تعملي هون؟ تعالي، خلينا نفوت. بوه. لا تخافي، فوتي. فيرات، فيرات، شوف مين اجا كل هالمسافة كرمال يشوفك. فيرات، رح اطلع شوفه اذا فوق، ماشي؟ فيرات، موعد الاجتماع على الساعة 8. هالشي بيعني انه فيرات عرف انه نحن جايين لحتى نشوفه. على فكرة اخوك ذكي كتير، بيعرف قبل بوقت شو اللي رح يصير وشو ممكن يصير كمان. بتمنى ما يكون فيرات ذكي كتير، ما بدي اياه يكتشف اني اروهي وماني اخته تارا.
بشو عم تفكري؟ وهلأ شو رأيك نروح نفطر بشي محل؟ ليكي خدي البسي كفوفي. لا أديب، أنا إجيت على منالي لحتى أنبسط بالبرد، ما بدي ألبس الكفوف. خليك لابسهم أنت ماشي؟ طيب رح جيب لك قهوة، استنيني هون ماشي؟ حبيبي اسمعني شوي، عم تسمعني؟ استنى استنى شوي حبيبي، عم تسمعني؟ استنى لك، رد علي، استنى عم بحكي معك. انا انت شو بدك مني؟ مين انت؟ ما في شي حبيبي، انا اسفة كتير. يلا خلص روح. ابن أخي، لك أنا وين لازم دور عليك؟ تارا تارا تارا، شو رأيك؟ شكلك كثير مرتب. نجرب، ما بنخسر شيء. تجاوب معنا؟ يلا روح جرب حظك. راح حكيها. شي على كيفك معلم. شو بقدر ساعدك مدام؟ انت بس اطلبي. شو المسخرة هي؟ كيف بدنا نخليك تروحي هيك؟ أول شي أعطينا جسدانك والصيغة تبعي. ليك بعد عني، خليك واقف مكانك، أنا معي مسدس فيني أوصكن واحد واحد إذا ما بعدتوا عني هلأ. وأنا معي مسدس كمان، ورجيكي كيف بقوص فيه. انت نورتي منالي تارا. من وصلتك بلشتي مشاكل؟ اذا ما تقاتلتي معي تتقاتلي مع الزهران؟
المحقق لاكشيا خلص مات. بس هلا ليش ساكتة بعد ما اجيتي لهون؟ قولي لي. لا تخافي ابدا، انا رح الاقي مرت اخوك وابنها باي طريقه. انا بوعدك اني اوصل على المحكمه العليا. هدول الرسائل ما وصلوا لانه سعاده المحقق لاكشيا مات. لاكشيا انت عايش مو؟ انت اروهي صح؟ لو كنت أنا أروهي كنت سألتك هذا السؤال؟ اللي بعرفه أنه ديب قال لأنه المحقق لاكشيا مات من زمان. إيه؟ كانت انصدمت صدمة عمرها وتساءلت كيف معقول يرجع المحقق لاكشيا يعيش بعد 3 سنين. وقتها كنت قلت لها إنه اسمي مانو لاكشيا، اسمي فيرات لاكشيا رايتشاند. وأنا كمان ضحكت عليها مثل الناس الباقية. أنا آسف أروهي، عن جد كثير آسف. ذنبك الوحيد إنه وشك بيشبه كثير وش أختي وحبيبة قلبي تارا، ويلي أخوها فيرات بيقدر يعمل أي شيء كرمالها. صحيح، بالمناسبة أنتِ ليش هيك صاير ذوقك؟ ليش لابسة هي الثياب الغريبة؟ ها؟ ليش؟ شو اللي مو عاجبك بثيابي؟ إيه صحيح، لا تضل تحكي عن الخناقات لأنه ما عاد عم بتخانق مع أي حدا. وهلا أنت قلي، شو عم بيصير معك؟ أنت كمان كتير متغير. إيه صحيح، زوجك ليش واقف بعيد عنك هيك؟ ها؟ ليش واقف عندك وما عم تحكي شي؟ يا صهري العزيز. فيرات، بتصدق اني كتير مبسوط لاني شفتك بعد كل هاي المدة؟ بعتذر منك بس أنا بعرفك شي؟ لا، أنت ما بتعرفني. بظن أنه رح نتفق مع بعض. ظنك مو بمحله، المي والنار مستحيل يصيروا رفقات. وأنا كمان انبسطت كثير بشوفتك، بس في شي زعجني. الشغلة أخذت معك 2 سنين كرمال تلاقي حل لمشكلتي، وفي كثير أمور تغيرت بهالسنتين، وتارا غيرت شكلها ليك اطلع فيها، وتصرفاتها متغيرة كمان. اللي شو عامل فيها؟ ها؟ لا فيرات، تارا لساتها مثل ما كانت وأحسن، بس مزاجها بيضل بيتغير. امشوا، خلينا نروح على البيت، في شغلات كتير بدي خبرك إياها. يلا تعالي. وهي كل أكلاتك اللي بتحبيها تارا؟ لحم أرانب مطبوخ بالخل والزعتر البري، كفتة دجاج بالسلطة الحادة. وبتعرفي شو الأحلى من كل هاد؟ أنا يلي طابخ كل هالأكلة بإيدي، كله كرمالك. بلشي. شوفي تارا، شو مانك متحمسة؟ ولا شي. شو في عندك أكل نباتي وخضرة؟ شو؟
نباتي؟ عم تمزح شي؟ من إمتى أكلك نباتي؟ شبنا أخي، بصراحة أنا عاملة ريجيم، هذا هو السبب. عن جد؟ الريجيم وشو بيعرفني ما بيمشي حالهم هون، لازم تاكلي. أنا يلي طابخ لك كل هالأكلات بإيدي، وإنتي لازم تاكلي منهم. افتحي تمك رح طعميكي، يلا لازم تاكلي، افتحي تمك، يلا كلي. أخي صراحة صحتي مانا منيحة أبداً، بدي روح أرتاح شوي. أنتوا كلوا وبعد شوي برجع بعد معكم. لا، هاي مستحيل تكون أختي، هاي حدا تاني. لا فيرات، ما في هيك شي بالمرة، بس في شغلات كتير صارت معنا وأنت ما بتعرف عنا أي شي. افتحي تمك رح طعميكي، يلا لازم تاكلي. لا أروهي، انت ما لازم تستسلمي بهي السهوله، والا ما رح تقدري تنتقمي منهم ابدا. انت هلا بلشت معركتك ولازم تستمري وتكوني اقوى من هيك. لازم تلاقي مرت اخوك وابن اخوك بسرعه، ولهيك انت مضطره تتحمليهم كلهم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.